كشفت جريدة ليكيب الفرنسية أن الدولي الجزائري لاعب نيم زين الدين فرحات تلقى استدعاء من الناخب الوطني جمال بلماضي وبصفة رسمية استعدادا لتربص الخضر المرتقب شهر سبتمبر القادم. وتلقى الجناح استدعاء أوليا من طرف الرجل الأول بلماضي كمكافأة له نظير المستويات التي يقدمها منذ بداية الموسم، حيث ساهم اليوم كذلك في التعادل المحقق أمام موناكو بتقديمه لتمريرتين حاسمتين مكنا فريقه من العودة بتعادل ثمين.